السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من سورة القلم. آيات الحفظ من الآية الأولى وحتى الآية السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. معاني الكلمات: الكلمة ومعناها، وما يسطرون وتعني وما يكتبون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وتعني لست مجنونا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الكفار، ولكنك نبي الله بفضله ونعمته عليك. لأجرا غير ممنون وتعني أجرا مستحقا عند الله ودائما لك يا محمد. وإنك لعلى خلق عظيم، إن أخلاقك عظيمة يا محمد. بأيكم المفتون؟ سترى يا رسول الله وسيرى الكفار من هو المجنون. لو تدهن وتعني لو تتنازل عن بعض دينك. فيدهنون وتعني فيقتربون منك. حلاف مهين وتعني يحلف بالكذب والباطل كثيرا. هماز وتعني من يذكر الناس بالسوء. مشاء بنميم وتعني ينقل الكلام بين الناس ليوقع الفتنة بينهم. وعتل وتعني سيء الخلق والطباع. أساطير الأولين وتعني أكاذيب الشعوب القديمة. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. إن الكفار الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصدقوا إن الله بعث له ملك الوحي جبريل عليه السلام وأنزل عليه القرآن، فقال إن محمدا مجنون، فأقسم الله تعالى بالقلم والكتابة التي علم بها البشر بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجنونا. ثم خاطب الله نبيه قائلا: يا محمد، أنت نبي بحمد الله وفضله ونعمته عليك، وإنك صاحب خلق عظيم، وإنك عظيم في عقلك وقولك وفعلك، وإنك تستحق الأجر الدائم من الله سبحانه. لذا وجب علينا الاقتداء بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون على خلق كريم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وسترى يا رسول الله وسيرى الكافرون مصيرهم السيء وانتصار الإسلام، وسيعرفون إنهم هم الذين لا يملكون العقل لعدم اتباعهم الحق، فقد فتنهم الشيطان. وإن الله يعلم من هو ضال ومن هو مهتد. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين.
إن هؤلاء الكافرين يريدون منك يا رسول الله أن تتنازل عن بعض دينك فيتقربون منك، فلا تطعهم وقاومهم، إنك يا محمد لعلى خلق عظيم، فلا تتأثر بهم، لأن هؤلاء الكفار أخلاقهم سيئة، فهم يحلفون كثيرا وإنهم لكاذبون. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هؤلاء الكفار يتحدثون بالسوء عن الناس ويغتابونهم كثيرا ويبثون النميمة فينقلون الكلام السيء بين الناس ليحدثوا الفتنة والعداوة والبغضاء بينهم ويمنعون الخير والمنفعة عن الناس، إنهم سيئوا الخلق والطباع، وإن هؤلاء الكفار سيلاقون مصيرهم السيء وجزاء أعمالهم السيئة. فكلما سمعوا القرآن يتلى قالوا إنه قصصا قديمة لا صحة فيها وهم كاذبون، سيحاسبهم الله على أقوالهم وأفعالهم، فالقرآن الكريم حق ونور.